الازمه اللي مر بها البار. كنظن الان بدينا في كان تبان تتبان العلامات ديال الخروج من هذه الازمه. ما تسميوه تيسميوه الناس كلهم ازمه، وحنا الان بدينا كتبان لنا الضوء لانه خارجين من هذه الازمه، وغادي يخرج منها البام اقوى، وغادي يخرج منها واعي بالمسؤوليه ديالو، لانه اللي تيهمنا في هذا الشيء كامل الا شفتوا النداء اللي طلقناه كأمناء عام من سابقين، نداء المسؤوليه. وما كناش كنتحدثوا فقط غير على البام، ما كنتحدثوش فقط غير على المناضلين ديال البام، تيهمنا، ولكن كنتحدثوا مع المواطنين كاملين ومع الطبقه السياسيه كلها، لان تنقولوا الان بلادنا محتاجه للجميع، محتاجه لجميع الوطنيين المخلصين باش نمنعوا المكتسبات البلاد، وباش نتغلبوا على التحديات اللي كتواجهنا دابا، وباش نحافظوا مره اخرى على المغرب واثق من نفسه، كيشوف المستقبل، كيوفر شروط المستقبل، وعندنا القدره باش نوصلوا لهذا الشيء كامل، القدره على مراجعه الذات، مراجعه الاخطاء، لانه ما يمكنش الناس يثقوا فينا الا اذا كنا احنا مؤهلين باش نتحدثوا معاهم، وباش نكونوا مؤهلين نتحدثوا معاهم تيخصنا نكسبوا قبل كل شيء معركة ديال المؤسسات الحزبية الحقيقية، لأنه كثير من التنظيمات عندها من الحزب لا أحزاب ولا نقابات، عندها غير الاسم خاطر غير اليافتة، أما الممارسة الداخلية فهي لا تخضع لقوانين ولا لمساطير ولا لهذا. فإحنا الآن في نداء المسؤولية قلنا ندخلوا من باب المؤسسات، من باب تدعيم المؤسسات، تقوية هذه المؤسسات باش يمكن يثقوا المناضلين في الأداة ديالهم بعد التأهيل ديالها، ويثقوا فينا المواطنين، لأنه قبل كل شيء المغرب الآن والطبقة السياسية كلها في أزمة ثقة. الناس ما بقاوش كيثقوا، حتى أن الناس بداوا تيثقوا، تيفقدوا الثقة حتى في نفوسهم، والتحديات ديال بلادنا والإمكانيات ديالنا نحسدوا عليها، ولكن هذه أزمة الثقة كتجعل الواحد كيبردوا كتافه. فلهذا طلقنا نداء المسؤولية، وقع التجاوب معاه بطريقة هائلة، أولا على لسان الأمين العام السي حكيم بن شماش هو الأول اللي التقط نداء المسؤولية وعبر على التنويه ديالو بهذا النداء، ثم تلاقينا بالإخوان في مؤسسات مختلفة الحزب، ومازال غادي نتلاقاو، وحنا كما التزمنا معاهم باش نكونوا حاضرين، حنا المؤسسين باش نواكبوا ونبقاو حاضرين معاهم جميع المحطات، حتى ما تبقى حاجة تولي المؤسسات كتمشي بوحدها، كتمشي محترمة القوانين ديالها، تولي كل مؤسسة عندها السيادة الحقيقية على القرارات ديالها، ما يبقاش شي واحد يجي يملي ولا يستقوى عليها بعبارات ديال الأوهام والكذوب وبهذا، ويقول بأنه أنا مؤهل وأنا مكلف وأنا يكلفني شي واحد ولا يرسلني شي واحد، شي ما كاينش. حزب الأصالة والمعاصرة غادي يدخل ان شاء الله الى مرحله باش يصبح حزب عادي قوي، وبالفعل حداثي قبل كل شيء في التنظيمات ديالو، حداثي قبل كل شيء في الممارسات ديالو. هذا هو العمل اللي تنقوم به الان، وكنظن لما اجتمعت الارادات ديال واحد العدد ديال الاخوان اللي كانوا في التاسيس باش يجيوا يعرضوا المساهمه ديالهم على المؤسسات الاخرى، ما قلناش غنديروا حركه تصحيحيه كما تيديروا بعض الناس، ما بغيناش نضربوا شي نقصيو شي حد الا اللي قصى راسو، او الناس اللي عندهم حسابات شخصيه وجاوا باش يستغلوا ما سميتموه بالازمه للسطو على هذه التجربه وللاستفراد بها خدمه لحسابات ضيقه، او باش يبحثوا على واحد التقيه لنفوسهم، لانه امام بعض الامور اللي كيشوفوها تلوح في الافاق بالنسبه لهم، وتيقولوا اذا خدينا مواقع داخل واحد الحزب سياسي سنكون فوق المساءله وفوق هذا. هادشي هذا ما كاينش، اللي عنده شي مشكله الدستور ديالنا كيربط
المسؤوليه بالمحاسبه، اللي تحمل شي مسؤوليه وعليه شي شبهات حنا ما كنتهموش، ولكن كنقولوا له يمشي ماشي في الحزب، يمشي للوسائل اللي كيتبتوا فيها الناس البراءه ديالهم وتيتبتوا فيها حسن السيره ديالهم، لانه المغاربه غدا في المستقبل راه ما غادي يحكموش على هذا لانه تيعرف يهضر ولا كينجز اكثر من الاخر ولا هذا، اولا قبل كل شيء تيقولوا له واش سلوكك يوافق خطابك. في ذلك فليتنافس المتنافسون. كنا كنعملوا كل شيء بالتوافق حتى الان، الان وصلت واحد المرحله اللي خصنا نمشيو كما قالوا الاخوان كاملين في المجلس الوطني، خصنا ننزلوا للجهات باش نبنيو حقيقه حزبيه. هذيك الحقيقه الحزبيه لا صعيب انا باش نجاوبك على هذا السؤال الان، صعيب باش نجاوب عليه، لانه اولا ما عنديش الحق. انا جيت الان في واحد المرحله باش نساعدوا الناس باش نرجعوا الاليات كلها حتى ديال التنافس الشريف نرجعوها تكون تشتغل. فإلا من دابا بديت نقول انا كنشوف فلان غادي نولي انا داخل طرف، نولي كنوجد الجو لهذاك فلان اللي عاجبني. انا الان ما عاجبني التواعد وعاجبني كلهم كاع المناضلين اللي بغاو يضعوا، لا 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 اللي تنقول المناضلين الصادقين كلهم عاجبيني، اما دوك الاخرين اللي مخشين وتيقضيو اغراض اخرى راه تحدثت عليهم، هذوك راه تنقول لهم هادشي في وجههم. ما عمرني ما سكت انايا ولا بلعت لساني لما شي واحد كيما بغى يكون تيبان لي بانه ما مشاش في داك الشيء اللي التزمنا به النهار الاول، كيبان لي بانه راه هذاك انسان كيبغي يضحك علينا كاملين وحنا كنرفضوا باش يضحك علينا حتى شي واحد. وكنظن هذه راه وقع فيها واحد العدد ديال التجاوزات في واحد الوقت. شوف الحزب كان داز من واحد المرحله معينه، مرحله معينه اللي كان فيها استفراد واحد الشخص بوحده بالكل شيء، حتى واحد ما تيقضي يدوي معاه، لان الناس تيقولوا راه هو في يديه ما تيقتل وحي، فالناس ما كيهضروش. السي حكيم بن شماش تيدير اسلوب اخر، هو استاذ وكيبغي يقنع الناس وكيتذكر معاهم، فيمكن انتقلنا من واحد المرض الى مرض اخر، وهذا الشيء راه متجدر في التجربه ديالنا. حنا في المغرب راه كثير كننتقلوا من الاستبداد للسيبه، ما كنعرفوش الوسطيه فيهم، لانه الانسان يكون حر ما كيكونش سايب، تيكون هو قبل كل شيء ضابط نفسه، الانسان الحر الحقيقي. والانسان السايب اما تيكون مقموع ولا تيكون فوضوي عدمي. فهذا الشيء هذه سلوكات اللي جات عندها تفسرها واحد الجو اللي عاشه الحزب وعاشوا، وتبدل الاسلوب ديال الاخ الامين العام الحالي، وممكن تطاولوا عليه بعض الناس وهذا، وكاين بزاف ديال الناس اللي كيصبوا الزيت على النار في هذا الحزب، كاين بزاف الناس اللي كيراهنوا على موت الاصاله والمعاصره، ما كيطير عليهم الناس. وحنا اللي حاولنا من بعد نداء المسؤوليه كنشوفوا بانه الحزب راجع بقوه وغادي يعاود يحتل المكان ديالو، ورجعت الثقه للناس ديال الحزب كاملين. وهذا التجمع اللي شفتوا اليوم هنا عند السي بريجه كتشوفوا كيفاش التجاوب مع الناس، ماشي لانه جابهم خلصهم ولا سميتو، كاين تجاوب. فهذاك الشيء كامل اللي وقع في هذه المرحله يمكن نقولوا بانه بعض الاعراض اللي ظهرت في واحد اللحظه ديال التحول. وتنظن الحزب كما قلنا في نداء المسؤوليه سيتعافى، استعملنا هذا سميتو، من كل هذه الاعطاب. لا هذا الشيء ما كاينش، كان في واحد المرحله، كاين في واحد المرحله بالضبط، ولكن المفارقات اللي تيقولوا نهضروا بالعربيه تيقولوا هذا حزب ريافه، ولكن الشباب ديال الريف شفنا هذيك النوبه خارج اقل ما يمكن يقال هما هذوك الريافه اللي كان تيقولوا هذا الشيء، انهم خيبوا الظن ديال هذوك الشباب ديال ديك المنطقه، لانه الاصاله والمعاصره ولاو تيقولوا عليه حتى هو والحزب المنبوذ في واحد الوقت. فمن ديك الوقت وحنا كندقوا ناقوس الخطر، لانه قلنا هذا حزب جديد جا باش في العهد الجديد، جا باش يخاطب هذه الاجيال الجديده، فتيوليو هذيك الاجيال الجديده هو اول حزب اخذ عليه الامور. ولكن مع ذلك فكره الاصاله والمعاصره هي فكره استفرضتها الضروره التاريخيه ديال المغرب في واحد الظرفيه معينه. الا فشلنا حنايا في هاد العشر سنين باش نبلورو ديك الفكره، غادي يكونوا ناس اخرين اللي غادي يرفعوا نفس الفكره، لانه الحاجه اللي كتكون ضروريه بالنسبه لواحد المجتمع ولا بدا كيجي شي واحد اللي كيتبناها وكينهض بها، فما غاديش تموت.
هذا قناعتي انا، وانا مخضرم كما قلتي، كنعرف بانه النهار طلقنا هذاك المبادره ديال الحركه لكل الديمقراطيين وقلنا مغرب الاصاله والحداثه، الكلمات المعاصره راه شويه فيها ما يقال في الاسمته، لانه كل واحد ديما معاصر، واخا تكون في القرى الوسطى راه انت عايش فيها راك معاصر، حنا الحداثه هو المقصود، الحداثه لانه بالفرنسيه مودرنيتي، فالحداثه هي ضروره بالنسبه للمغرب، ضروره بلادنا هذه عشرات العقود وهي كتجتهد وكتحاول باش تلقى طريقها الخاص بها للدخول للعوده للتاريخ، للدخول للحداثه. الشيء اللي ولينا كنديروا الان تحت قياده جلاله الملك، هذه الطريقه باش تناولنا، باش تناولنا العلاقات ديالنا مع افريقيا، واللي بناها جلاله الملك على الثقه ديال الافارقه في نفوسهم وبلا وصايه ديال اي واحد. هذا هو المغرب اللي كنحلموا به، اللي غادي يصبح ماشي غير موضوع التاريخ كيجتمعوا الناس في الجزيره الخضراء ولا في شي بلاصه وكيبداو كيفصلوه طرف طرف، ولكن واحد البلاد، واحد الامه، شعب، قياده، نظام ملكي متطور حتى هو مع الضر مع الزمن. فهذا هذا 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 هو الاصاله والمعاصره، فحنايا غير مساهمين في دعم هذا التوجه ديال بلادنا لكي نعود للتاريخ.